وحول آخر التطورات ينضم معنا خالد خليل الكاتب والصحفي المختص بالشأن الإسرائيلي من إسطنبول. أهلا بك سيد الكريم. يعني على وقع القصف الإسرائيلي العنيف واشتداد حدة المعارك، هل هناك أمل بإعادة الهدنة إلى غزة في وقت قريب؟ تحياتي لك يا أنسة وجدان وللسادة المشاهدين. بالنسبة للهدنة، يبدو أن إسرائيل بعد 60 يوم من الحرب الشرسة التي تشنها ضد أهالي قطاع غزة تبحث عن صورة وحيدة للنصر، لا سيما في ظل الانتشار الواسع لخيبات الأمل وروح الهزيمة في الشارع الإسرائيلي. إسرائيل وصلت إلى درجة من الإفلاس، لم يبقى في يديها سوى استخدام الخيار العسكري، وهذا الاستخدام الهستيري في القوى العسكرية. تشير تقارير الجيش الإسرائيلي إلى أنه نفذ نحو 10,000 طلعة جوية ضد قطاع غزة، وهذا الرقم لم يحدث سوى في حرب الخليج الثانية عندما شنت 34 دولة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية غارات جوية على العراق في عام 1991، لا سيما وأن قطاع غزة تبلغ مساحته 360 كيلو متر مربع فقط، أي أن مساحة العراق توازي 150 مرة ضعف مساحة قطاع غزة. المفاوضات فشلت لأن إسرائيل لا تريد أن تتنازل عن تقديم يعني الشروط التي قدمتها حماس بإطلاق أو تبييض السجون الإسرائيلية من الأسرى الفلسطينيين، بالإضافة إلى عدم انتهاك حرمات المسجد الأقصى. كانت حماس تبدي مرونة حتى اللحظات الأخيرة، وطرحت تسويات ومقترحات لتمديد الهدنة بالتفاوض على الأسرى الرجال والجنود، ولكن يبدو أن إسرائيل ومن خلفها الولايات المتحدة، لا سيما وأن مدير مكتب المخابرات المركزية CIA ويليام بيرنز زار المنطقة وأجرى محادثات ماراثونية في الدوحة لتمديد هذه الهدنة، يبدو أن أمريكا وإسرائيل دخلوا في المرحلة الثانية من الحرب بعد انتهاء الهدنة التي استمرت 7 أيام كان عنوانها العريض، يعني حملة عسكرية ضد جنوب القطاع، هذا الجنوب الذي طلبت إسرائيل من أهل القطاع الذهاب إليه لإخلاء الشمال. يبدو أنها تعود بشراسة وهستيرية أعلى، تحاول قدر الإمكان مسابقة الزمن للبحث عن أي صورة للانتصار. نتنياهو هذا المراوغ الذي وعد الشارع الإسرائيلي وأهالي المخطوفين الإسرائيليين بأنه سيطلق رصاصة على رأس يحيى السنوار لم يحقق أي هدف منها، واليوم نحن نشاهد قوافل توابيد الجنود الإسرائيليين تغادر محملة من قطاع غزة. اليوم كان هناك خبر وسمحت فيه المؤسسة الأمنية سمحت بنشر هذا الخبر بأن مقتل 5 جنود من الجيش الإسرائيلي بينهم 3 ضباط أحدهم نائب قائد سرية في وحدة المضلين. يبدو أن التكلفة العسكرية والبشرية والأمنية لإسرائيل باتت ثقيلة في حربها ضد القطاع، لا سيما وأن في عرف الصراعات بين قطاع غزة وإسرائيل السابقة دوما يكون هناك الخسائر من الطرف الإسرائيلي ذات وقع أكبر، لا سيما بعيدا عن البعد الإنساني، ولكن هناك بعد تجاري بالنسبة لخسائر الإسرائيلي لا سيما في صفوف الجنود. هؤلاء هم مستوطنون تعمل الوكالة اليهودية التي أنشأت في عشرينيات القرن الماضي. نعم طيب سيد خالد، اليوم بمخاطر مستقبل المنطقة، يعني كيف تابعتم مخرجات قمة مجلس التعاون الخليجي في العاصمة القطرية الدوحة؟ يعني هل ستسهم بتشكيل وسيلة ضغط اليوم لوقف الحرب على غزة؟ كان من اللافت في الاجتماع قادة مجلس التعاون الخليجي للدورة 44 بأن طغى ملف قطاع غزة على جدول الأعمال، وكان هناك انتقاد شديد اللهجة من قبل القادة الخليجيين ضد الحرب الشرسة التي تقودها إسرائيل ضد قطاع غزة.
لا سيما تصريحات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بأن بعد الصراع ليس دينيا وإنما هو قضية وطنية تتعلق بالاحتلال. يعني تشكل هذه القمة وحدة الصف الإقليمي، لا سيما وكان من لافت أيضا مشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. دعيني أشير إلى أن مجلس التعاون الخليجي هو تكتل ذو طبيعة اقتصادية في جوهره، ولكن كانت إسرائيل طيلة السنوات السابقة التي تحاول الاقتراب من دول الخليج، لا سيما بعد توقيع اتفاقيات إبراهام مع الإمارات والبحرين والتقارب السريع الذي حدث قبل الحرب بين الرياض وتل أبيب لتوقيع اتفاق تطبيع برعاية الولايات المتحدة الأمريكية. كانت إسرائيل يعني تأمل بأن تكون قريبة من هذا الاجتماع وأن تحظى بهذه الإنجازات الاقتصادية أيضا التي أعلنت عنها القمة اليوم، بأن استضافت دول الخليج العديد من الفعاليات الاقتصادية والسياسية الهامة على مستوى العالم. يبدو أن هناك وحدة صف في الموقف الخليجي. إسرائيل ليس فقط أنها خسرت في الميدان، لم تستطع أن تحقق أي نوع من الانتصار، يبدو أن معركتها السياسية والدبلوماسية في المنطقة أيضا يعني انقلبت وبالا عليها، لا سيما بعد الوعود المبشرة التي قدمها نتنياهو الذي دوما كان يتفاخر بأنه سيصنع عهد جديد في المنطقة يسميه عهد السلام مقابل السلام وليس عهد الأرض مقابل السلام. إسرائيل بعودتها إلى جوهرها الاستعماري واستخدامها للقوة المفرطة من دون أن تمتلك أي نوع من الدبلوماسية مدعومة بالولايات المتحدة الأمريكية، يبدو أنها قضت على عقود من مقاربات السلام والأوهام التي كانت تمني طيب فيها سيد النفس خالد، هذه بالاندماج في المنطقة. نعم إذا سيد خالد، هذه التحذيرات اليوم، هناك تحذيرات أيضا أكثر أو سيناريوهات أكثر رعبا في غزة بتوسع العمليات لجنوب القطاع. بتقديرك ما الذي سيحدث أكثر مما حدث؟ إسرائيل يبدو من مجريات الحرب لا تمتلك أي خطة عسكرية، لا سيما وأن اليوم يتحدثون عن أن معجزة الأنفاق أو مخابئ حركة حماس في قطاع غزة بأنها تشبه أنفاق مترو العاصمة البريطانية لندن. هم فقط يستخدمون الآلة العسكرية ويتخذونها من ساحات المستشفيات ومدارس الأونروا ساحات للقتال ضد الطواقم الطبية والمرضى والنازحين، لا سيما وأن هذه المستشفيات وهذه المراكز تأوي آلاف النازحين من داخل القطاع الذين يحاولون تجنب سقوط آلاف الأطنان من المتفجرات فوق رؤوسهم. يبدو أن المرحلة الثانية والتي بدأت بعد الهدنة الإنسانية التي انتهت يوم الخميس الماضي هي التركيز على القطاع أو جنوب القطاع للبحث عن أي صورة من صور النصر، وتم تنسيق ذلك مع الولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما وأن المرحلة الثانية لم تنطلق إلا بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الذي أشرف بيده وطلب التزامات ووضع جدول زمني قصير لتحقيق أي إنجاز لإرضاء الشارع الإسرائيلي، ولا سيما وأن بات هدف إسرائيل بالقضاء على حركة حماس يعني بات من شبه المستحيل، هذا وفق التقارير والصحافة الإسرائيلية التي تتحدث عن الكثير من خيبات الأمل، لا سيما أيضا في ظل انقسام القيادة السياسية والعسكرية في إسرائيل على طبيعة وخطة والخطط المستقبلية اتجاه قطاع غزة. إسرائيل الآن تكتفي بحالة الدعم المطلق من قبل الغرب ولا سيما الولايات المتحدة بأن أطلقت يدها لقتل المدنيين في قطاع غزة. إسرائيل دوما تحاول أن تصور الأمر بأنها تحارب بين نعم قوسين مجموعات إرهابية، ولكن الصور وتكشف عمق مأزق إسرائيل التي يبدو أنها لن تعود أو سيكون من أحلامها العودة إلى ما قبل
السابع من أكتوبر الماضي. نعم خالد الخليل الكاتب والصحفي المختص بالشأن الإسرائيلي، كنت معي من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.